السلام عليكم يا اصدقاء الراعي في قناتك انا فلافس. اليوم ان شاء الله راح نلعب لعبة جديدة واللي هي بلانز فيرسس زومبيز الجزء الاول. طبعا اليوم ان شاء الله راح نلعب هاي اللعبة اللي هي كلش صراحة حلوة وانا احبها، ولعب الجزء الثاني بصراحة ما خاتمه، بس ان شاء الله راح اختمه وياكم الجزء الاول والجزء الثاني ان شاء الله. ولا تنسوا تفعلون ويانا وتعطونا يعني كومنت وهذا على مود نشجع ان شاء الله ونسوي اكثر فيديوهات. طبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس على مود لا يفوتكم اي فيديو. شكرا على الدعم الرهيب، وصلتونا لاكثر من 300 مشترك والحمد لله. يعني شلون انا اشهر مقطع وصل 22,000 مشاهده، يعني هذا شيء غير متوقع، بس الحمد لله وشكر وايد مشاهدات صعد فوق الالف. ان شاء الله نوصل هدفنا انه نوصل 1000 مشترك واهدافه كثيره ان شاء الله. فان شاء الله هسه خلينا نبدا طبعا نلعب اللعبه ما دام هسه نتكلم عن المشاهدات. طبعا انا ليفل 1 خلصت، بس يعني خلينا نعيده لان صراحه صورت نسيت استنتبه فجت رسائل، بس يا شباب خلينا نعيد اللفل. طبعا انا اعرف كل شيء عن اللفل، يعني ما يحتاج اعلموني، ما ادري يعلمونا ولا اوكي ما علموني، لا اوكي علموني هذا اللي يعلموني. المهم خلينا نبدا. طبعا اذا انتوا لازم تشوفوا بدايه اللعبه، صراحه ما ادري اذا كلكم لاعبين اللعبه، بس صراحه هي لعبه كلش قديمه، الجزء الاول يعني جدا قديم، يعني هو مو فد شيء جديد. طبعا حاليا ما راح اقدر اطلع الكاميرا لانه يعني التليفون ايفون، فالتصوير ما يقبل اطلع الكاميرا الا بعد اللعبه، فصراحه يعني ما افضل هذا الشيء. ان شاء الله يعني في المستقبل اذا نشوف انها يعني حل المشكله ان شاء الله على مود نحاول اطلع يعني وجهي من جديد. بس هسه راح نلعب بشكل مؤقت يعني بدون كاميرا. فشباب بس حاليا نجمع الشمس ان شاء الله على مود نخلي الفيه شوتر اكثر، يعني اول مره يجي يعني بس تخلي هذا ثلاثه وهنا تقريبا خلصنا اللعبه، بس راح توصل الفاينل ويف ان شاء الله. وحاليا هسه نكتبهم مثل ما قلت لك، هسه الشاشه صغيره ويعني التليفون حتى الساعه مقلوبه، تدرون اللعبه قديمه يعني فشي طبيعي يعني يصير هذا الشيء. فاينل ويف وصلنا شباب، وها يعني راح يجينا ثلاث زومبيات مثل اثنين ما اعرف صراحه. اثنين او ثلاثه او اثنين اوكي. خليه بيشترى بعلا يلا خليه بعد. شباب طبعا فزنا، ها هي شباب حصلنا فلوس لانه طبعا هسه حصلنا فلوس ما حصلنا السن، لانه الشمس طبعا حصلناها من اول مره لعبنا. شباب بس ننتقل للدي 2 اللي هو اعتقد راح يعطينا تشيري، يعني اعتقد كله حطوا لنا نبات جديد يمكن. ما اعرف يا شباب بس اعطوني الورده هنا اعتقد راح يعطيني تشيري كم ليفل بيها. اوكي حلو بيها بس 10 ليفلات. او اكو ادفنشر خاف اكو هالشيء. ما اعرف شباب صراحه اذا اكو ليفلات ثانيه، بس خلينا نكمل على ليفل 2. صراحه اسوي لكم اعتقد 5 ليفلات شباب. يعني اسوي بارتات على مود ان شاء الله يعني ما نكمل اللعبه خلال هذا، على مود لا يصير الفيديو عليكم طويل وتستمتعون بمشاهدته. اول شيء راح نخلي شمس، طبعا انا عندي تكتيك دائما شمس تجي اخليهن وراح اخلي البيشوترز مباشره، يعني شمس هاي 25 طبعا. بلانت فيرس زومبيز 2 صراحة يعني شوية مسهلين الوضع. اي يعني مثلا الشمس يطوق عليها 50 وليس 25. هاي تكتيك اخلي ايش اسمه ورد بالبداية. زين وراها اخلي ان شاء الله الفيشوترز، اخلي المقاتلين. فيشوترز يعني هو شو اسمه رومات البازل، لا اعتقد راح يجون الزومبي بس لازم بعد وحدة ثانية فشي يعني اخلي اوكي خلي خلي جو بوقت مناسب. اقدر احدد وينه حلو هذا. وقت الشمس يلا يلا شباب توني. يلا شباب واو يلا ليتس جو. طبعا حماس هي اللعبه يعني ممكن ممله بالبدايه، بس صراحه هي بالاخير راح تكون هجمات ترى كلش كبيره، بحيث راح تصير لعبه كلش حماسيه ان شاء الله. شباب بس نخلي في شتاء ثاني هنا عند الزون الجاي. المهم بس نكمل تقريبا اثنين سراوات ثلاث سراوات، يعني تقريبا يكون الهجوم ساحق. فهسه راح نجي ونخلي هنا الثالث على مود يعني نامن على الوضع، نجمع شمس. بس حاليا نجمع شمس. ننتظر خلي بالنص لو لا خلينا ننتظر تمام يجي زومبي اقوى. اوكي ما يجي زومبي اقوى، بس خلينا نخلي من البدايه العد. تعال تعال لحظه اصبر بس نيو جيم. جمع شباب حلو حلو تجميع زين شباب، شمس تجي بسرعه. اوكي نخلينا بعد نخلي فوق يا شباب، بس حاليا ننتظر بعد شمس تجينا عمود نخلي فيه شوتر ثالث من هناك. حلو شمس واجهتني ممتاز، بس عندنا صفين في شوتر شباب. هيوج ويف زومبيز از ابروتشنج، يعني هجمه عملاقه من الزومبي او يعني هو شلون جيش جاي. اوكي جيش ضعيف يعني اكيد شيء طبيعي يعني دائما الزومبيز يخسرون مرات يجوك اقوياء، بس هذا بالعالم اعتقد نفس الشيء. اوكي سنعوفوا نهاجم الشباب، انا اعتقد الهجوم قوي يعني ما يحتاج اخلي فيه شوتر ثاني. يب فزنا الحمد لله شباب. الليفل الثاني اعتقد راح يكمل، طبعا اللعبه بسيطه يعني فد شيء صعب. اوه شباب حصلنا تشيري،
هاي متفجرة اكيد لازم تكون غالية، لان شباب يعني هاي المجرد راح تفجر يعني، بس هاي صراحة قوية كلش. كاتب blows up all zombies in an area، صحيح. طبعا هاي سبت يا شباب، بس الليفل 3 قبل ان ندخل ليفل 3، هاي تشير اللي حصلناها بليفل 2 شباب، هاي موجوده ببلانس فيرسس زومبيز 2، بس هاي بريميوم يعني ما تقدر تحصلها اعتقد بفلوس شيء زين. هاي تفجر الاريا اللي بيها 9 مربعات، يعني تخليها الزومبيات كلهم بيها يموتون، فهاي يعني اكيد بريميوم ببلانس فيرسس زومبيز 2. بس انا صراحه ما ادري يعني مفتوح، يعني صراحه قلت لك ما لعب اللعبه هاي الجزء الاول صراحه ما لعبه. اها شباب اعتقد ان عندنا ديم هنا عندنا نايتس. اوه شباب عندنا وايد زر، حلو حلو، يعني بعد منه هو شغلات. يلا شباب ليتس جو، فخلينا هسه نكمل ليفل 3 اللي هو حسب بيه البطاطس صح. يب خلينا احتمال هسه شويه التصوير يطول، فليش داخل لكم شباب نصور 5 ليفلات كل بارت احسن. شباب خلينا نشمس بسرعه ما نتاخر ابد، لانه كلش مهم يعني. حاليا احنا عندنا بس بي بي شوتر وعندنا كارس، الكارس يعني مهم شيء اكيد زين، بس الكارس يعني هذا نستعمل شلون بحالات خطره يكون الزومبي اقوياء يكون فد مره. يلا طن شمس جماعه كامل بيجو، بس راح نخلي شمس انا ما عندي اي مشكله، لان عندي شمس 3 فاعصر شمس بسرعه، 3 شمس. يلا يا معودين بسرعه، جيف مي ا سان بليز. اوكي حلو حلو، خلينا في شوتر. يلا جلده يعني ننتظر الشمس يجيبوني بعد، يعني حاسس الشمس اكثر من هو دي يعني لازم اكو شمس، بس من هنا اعتقد ماكو شمس يعني لازم هي بس السن تعطينا مدراك، وما اعرف صراحه قلت لك انا ما ذكر لعبه كل زين من صالوات ملاعب يعني زومبيز فيرسس بلانتس 2 ويا الملاعب صالوات، وكل ما احاول اكتمها اتركها لانه صراحه يعني امل شوي من عندها، بس ان شاء الله قلت مثل ما قلت لكم ان شاء الله نستمر وياكم باللعبه هاي المره. يعني ما دام يعني قناه واضح لازم نتحمس شويه شباب عطله تفاعل الموضوع يعني. اوكي بس حاليا احنا ما امنين الوضعية، لانه بس اعتقد راح يجينا ابو شو اسمه ابو الكون هذا الفوق راسه كون، هذا سالفته طويله، فا يعني لازم صراحه هاي المره يعني عندنا 3 صفوف او صفين يعني يهجمون على الزومبي. طيب شباب حاليا احنا عندنا صفين هنا، بس الصن راح يجهز ان شاء الله، بس يعطونا بعد كم شمس على مود نقدر. حلو 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 وخلينا. اوه جاني شباب ابو الكون، ابو الكون مخروط، اعطوني الشمس بسرعه انا خليت المشكله هذا قبل الشوتر هناك، ماكو اي احد. يلا يلا ليتس جو. اوكي هنا اعتقد اضعف اضعف شوي، اي شباب اضعف شوي هنا يعني فرنس فيرجن ستينج، انا اقوى شوي من اضعف ما اعرف صراحه، بس خلال ظهر تقريبا اربع ضربات ينجلد يعني الكون يروح من راسي. خلي ثلاثه ما شاء الله، لانه اذا خلي ثلاثه يعني صراحه ينجلد جلد غير طبيعي. الحلو شباب هجومنا قوي، اذا صرت للصفوف شباب الهجوم يصير اسطوري فهد مره. اوكي الله يرضى بعد شمس ليتس جو، خليك شوتر هنا مادام اجى بالوقت المناسب خلي. حلو شباب، بس نخلي تافه اعتقد راح اوقف انه اخلي، لانه يعني هو اقوى واحد راح يكون ابو الكون، ابو الكون ايزي يعني بعد ما خلينا 3 صفوف بس راح تجي الفاينل ويف. شباب خلينا نحصل بعد شمس ليتس جو، هسه راح ننتظر فقط راح نجي. ويج ويف زومبيز از ابروتشنج، تعال تفضل راح تنجلدون جلي. يا شباب ليتس جو راح يجلدون بعد ما بيها بعد، يلا انا بس اتابع تنجلدوا بالعافيه. هذا اول واحد مجلود، ابلع يا حبيبي انا نقول هذا اول واحد، ثاني راح ينجلد هسه بعد شوي. شباب انا ما اعرف احب هيك اشوف الهجوم صراحه، ما اكو فد شنو انا احب بلاز بس يصير عندي وايد نباتات اخليهم، احب اشوف الهجوم يصير اسطوري، وخاصة من تلزق البازلات تلزق سوي تصير طاقة الضرب على الزومبي قوية. هذا موت صدق. وشباب يس فزنا بالبطولة، شباب فزنا بالمرحلة الثالثة والحمد لله حصلنا البطاطس، هي مو بطاطس بالاخير طلعت يمكن بيناتس او فتشي ويل نوت سي يعني اعتقد جوز يمكن، هذا ما اعرف صراحة. يقول لك بلوكس اوف زومبيز اند بروتكس يور اذر بلانس، يعني هذا طبعا ياكل الزومبي يلتهي بيه، يعني بدل ما يجيك مباشرة راح يلتهي بيه. شنو هاي الشمس لحظة، واو شنو هاي الشمس شباب، اعتقد هاي شمس ثنائية وما اعرف صراحة، ما اعرف صراحة النبتة. اوحا صار عندنا هسه 5 صفوف شباب، هاي السالفة هسه شوف صارت شوي اصعب. اي شباب شوي وايد بدها تصير صعبة يعني، يعني هسه لازم شباب انا شو اسوي، اتذكر الاستراتيجية مالتي الحمد لله شباب، يعني تذكرتها بس طلعت 5 تذكرت الاستراتيجية، كنت اخلي الورد كنت اخليه بهذه الطريقة زين بين كل مربع مربع، هاي كانت استراتيجية تقريبا. نخلي وردة
هسه البوتيتا صراحه يعني ما يحتاج بمواقف هيك يعني صراحه انه ايزي. هسه بوتيتا راح اخليه اذا كان عندي خصومه قويه انا بدي اكلوه وانا بضل اضرب بيهم لحد ما تنفذ يعني طاقتهم يموتون. نجي نخلي هذا الكمبيوتر هنا وهسه ننتظر بعد شمس ما اخلي الصن اوكي اخليه. انت تدري كل ما يعني زاد الذني وحاصل شمس بسرعه فراح الحق على اي زومبي يجي من اي جي. ما مرة اعرف وين من راح يجي مو اخلي برا ما اخلي بكيف بحيث ما اعرف وين من يجي الزومبي. برينز برينز تريد دماغي حبيبي ما راح تحصله راح تحصل بين شو اسمه راح تحصل بازلاء. طيب شباب خلينا نكمل على هذا العنوان. حلو 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 اصلا ما راح اخلي لان يجيني زومبي على مود لا اتورط انا خلي شلون تمام عندي اوكي كافي حلو حلو بس شباب بس كمان عندي صف الشمس صراحه اصلا يعني شمس بشكل ممتاز بقى شوف شو حصل بسرعه 75 باي السرعه ليش لانه انا قلت لك خليته واي واي 100 نخلي اوكي بس عندي ان هواي خلي يعني في شو ترى اي مكان اريده خلي خليه سبحان الله بقى اجى واحد هنا اجى واحد بس اقدر اخلي بيشتر بس لازم يجهز حلو خلينا يلا ليتس جو بس لازم اخلي صف ثاني يعني هسه شلون شغلات الصفوف شباب راح تصير صعب لان يعني ما تقدر تخلي ثلاث صفوف هسه بسهوله يعني انت تدري هنا اولا مثل ما قلت لك يعني الشمس ما تتجمع بسهوله يعني انت كل شمس عليها 25 هناك الجزء ذاك كل شمس عليها 50 فيعني انت تجمع الشمس بشكل سريع بس هذا راح نجيب ما دام فيه تقول ويب بعد ما جتي انا شباب احنا اوكي وضعيتنا ما في اي شيء شمسنا نحصل وفي شو تعرفي موجود ليتس جو خلينا زين الحمد لله اجى بوقت زين شباب كان خليته هناك يعني مثل لا شباب لانه صراحه هو ضعيف بس يعني يطول من يقدر بحيث يقترب بشكل خطير نجي وخلي هنا هذا هنا هناك نخليه على المرحله نجيب بعد شباب بعد شمس يلا 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 يا وردات بعد شمس حلو 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 بعد ليتس جو حصلنا هسه شباب بس احنا جاهزين هسه بعد بس نخلي صف ثالث لانه يعني اكيد هسه الهجمه لازم اقوى اعتقد راح يجون اكواب هواس ما اقدر اجيني بس اسمع ثلاثه خلي هنا ما ادري اصلا ايش خليت هذا اصلا يعني مرحوم من البدايه ما دخل على ذاك لازم ينجلي بس صار عنده دبل وشوف شو شو متحده يعني شو متحده متحده بشكل قوي بشكل منتظم هذا السر الاخير واو بشكل منتظم هذا السادة جيبه ما ادري ايش اللي كنت افهم حلو هسه الهجمة راح تجي شباب راح تبدي الهجمة لازم احصل اوكي هيج ويف اوف زومبيز از ابروتشينج ما اعرف اذا اكو ساند اكو مرات عاصف رملية اوكي فاينل ويف شباب ليتس جو اوكي حلو حلو بس هذا فاينل ويف اقول انا قلت لك لازم اكو اقواب واي اوكي بس اثنين واو علي يمكن جالدين جيت غير طبيعي وذاك اصلا ما كان عندي ذكو داعي دلين مات طبعا شباب الويف كلش ضعيف الصراحة جلدناهم جلد من بعد ما اخذنا الكاسر وهاي شباب 75 في بيها الاوكي شباب ليتس جو الحمد لله وشكر شباب الحمد لله وشكر حصلت مجرفة هاي المجرفة اعتقد شباب نقدر نزرع بيها ونطورهم اتذكر نسوي لهم شلون مثل البوست Let's you dig up a plant to make room for another plant. اوكي فهمت اوكي اوكي لا 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 هاي شباب يعني انت من تلعب اذا انت خليت بلانت بالغلط من تحفرها راح يعطيك الشمس مالتهن وتقدر تخلي غير بلانت فيبا بس ان شاء الله راح نلعب اخير ليفل لنا بهذا البارت ليفل 5 هسه اخير طبعا اخير شو راح نحصل اعتقد القنبله اوكي يلا شباب لين خلينا نلعب لا مو هسه شباب ليتس جو بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد انه لازم ما اكون greetings neighbor name's crazy dave actually just call him crazy dave واو شافوا دي كابت دي داربنا شلون قصد اي هو مثل ما قلت لكم مثل ما قلت لكم اجي على الديجينج زين ودق شوف شو ما يعطيني شمس مالت واو انت ولد بروس ولد دق بس هاش ما برفعها لانه شوي شاشه يعني تدرون اللي فوق اوكي سوون هذيك اوكي جود انوف سربرايز About balling. Take this walnut. I put a walnut in your hand. What? What?
اوكي شباب بس هاي يحطون هم حلو حلو نقدر انا نقدر نزرع هنا واو متوقعتي شباب هذا الله شباب خاص حلو هذا لازم نضرب بيه زومبي شايف والله حلو صح شنو هذا شنو هذا انفجر والله شباب انفجر ابلعوه شوف شباب فجرت بنفس الوقت مثل تشيري تقريبا شباب تعال تعال احا هذا هو هذا شوي يتقدم شايف هناك هذا لا تمسوهم يطلعون قنابل احا شباب والله صوبة اسطوري فد مرة لازم نسوي لهم بوم ابلعوه وحاي نحن لازم ما كان يوم يجاوزنا هذا الخاص شباب ها شباب تيتو تيتو يلا شباب هذا الثاني موت حلو شباب اي ليتس جو ليتس جو فجرت لازم نفس الوقت اها والله شباب فجرت ليتس جو هيج ويف جاي شباب بس ما نخسر الماتش حلو حلو فجر هاي شباب بابا بوم العب والله شباب تفجير الصوري تجي مجموعة افجرهم تفجير غير طبيعي شباب بس راح تجي الهيوج ويف نستعد للهيوج ويف ما لازم دور يموت لازم دور يموت ليتس جو رينج اوف يوبا شباب شباب يلا يلا ابلعوا ابلعوا ليتس جو هاي اعتقد شباب فزنا بعد هذا التفجير فزنا خلاص يلا شباب بس فقط بديت وحدة وشباب اعتقد فزنا يس شباب وحصلنا القنبلة اللي هي ب 25 فقط نفس الزومبيز بلانز فور زومبيز 2 شباب طبعا حصلنا هسه القنبلة وي جات تو بي اكسبلودز اون كونتاكت بس تيكس تايم تو ارم اتسيلف صحيح يعني هي تبقى محفورة بقاع بعد مدة ترجع او شباب بعد مدة ترجع تطلع فشباب هنا اعتقد راح ننهي الفيديو ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك تشتركون بالقناة تفعلون الجرس على مود لايف كومي فيديو طبعا هسه خلصنا اول 5 ليفلات من اول جزء من اللعبة لانه طبعا عندنا نايت عندنا البول وعندنا كذلك الفوق والروف وهاي ما اعرف شنو هي صراحة يعني بس ذني اعتقد ذني يعني الاجزاء الموجودة بس بلانس فيرس زومبيز 2 صراحة يعني سالفة طويلة فشباب هسه خلصنا ليفل 5 الحمد لله خلصنا يعني حصلنا ذول النباتات ونحصلنا اعتقد مجرفة ان شاء الله الجزء الثاني راح نلعب بليفل 6 و7 و8 و9 حصل دول النباتات طبعا النبات الليفل 6 ان شاء الله راح نحصل بي شوتر اللي هو يكون يذوب ثلج فشباب الحمد لله خلصنا الجزء الاول لا تنسوا اذا عجبكم الفيديو اذا عجبكم طبعا لا تنسوا تضغطون لايك تشتركون بالقناه تفعلون الجرس عشان تشوفون الفيديو وان شاء الله نوصل 400 ومع السلامه